ضرورة ورأي أنصار الكتاب الواحد مع ضرورة إبراز أثر كل اختيار على التحصيل الدراسي بما يفيد المتعلم أكيد. بالنسبة لأنصار تعدد الكتاب المدرسي يقوم هذا الطرح على اعتبار أن الكتاب المدرسي فرضيات أولى لتفريق منهاج وليس وصفات جاهزة، ويعتبر هذه نقطة إيجابية بالنسبة للكتاب المدرسي. إتاحة الكتاب لحرية المتعلم والمدرس في الاختيار تنوع الكتاب المدرسي يتيح هذه الميزة. بالنسبة للكتاب المدرسي المتنوع أيضا والمتعدد يتيح استثمار قدرات وكفاءات متعددة مما يرفع جودة التحصيل الدراسي. بالنسبة لأنصار الكتاب الواحد يرون بأن توحيد المنهجيات والوسائل من أحد الجوانب الرئيسية التي يحققها الكتاب الواحد، كما يحقق سهولة ونمذجة في التناول والتبليغ. بالنسبة لمستوى آخر، خضوع المتعلم والمدرس لنفس البنية الفكرية وهو ما يتيحه الكتاب الواحد، وهذا موقف أنصار الكتاب الواحد. المصحح يعتبر كل من أشار إلى هذه النقطة نقطة مقبولة و يعني صحيحة. بالنسبة لاتجاه الخطي للبرامج والمناهج أيضا يمنحها الكتاب الواحد عكس الكتاب المتعدد أو تعدد الكتاب. بالنسبة للتحصيل الدراسي يكون أحادي ولا يأخذ بعين الاعتبار الفروق والوضعيات، هذه ربما نقطة فيها أخذ ورد على مستوى اعتبار أن الفروق الفردية مسألة مهمة في البيداغوجية الحديثة وفي البيداغوجية الحديثة، وبالتالي في المقاربة التربوية الحديثة تقوم على الفروق والفردية وعلى تقوم على خلق وضعيات. إذا والتحصيل الدراسي الأحادي هو لا يراعي ولا يأخذ بعين الاعتبار هذه الفروق وهذه الوضعيات، ربما هو مقتصر بأكثر مما هو نقطة